Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. Salam alaikum à toute l'Algérie et aux fans de l'équipe nationale. Je voudrais passer un grand message à un grand ami à moi, Samir Zawi, avec qui j'ai partagé d'énormes moments en équipe nationale et j'ai plein de beaux souvenirs. Et je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le football algérien sur le territoire national et aussi avec tout ce qu'il nous a apporté en sélection, la joie de vivre, ça a toujours été un exemple à ce niveau-là. Merci, merci Samir. Et un merci aussi à Jazeera et à TV. Karim, oui. انا واحد وقت طلعت له عمي كريم قصر عليه برك كنت نهبل له ويهبلني والله واحد قطره قال لي هذه عين بوسي فين جايه حتى في زومبيا والله رحت درت له في جوجل زير بن مناد باقي قال لي سي بون كريم عنده شخصيه والله في المنطقه الوطنيه عنده شخصيه ما يستعرفش والله ما يستعرف عنده شخصيه كبيره من الناس هذوك اللي ماهمش طماعين تاع صدر يحوس قاع الدراهم والله ما بالو عنده وطنيه كبيره كريم انا في كان يعجبني في خرجات المسؤولين ما يستعرفش كاع بهم نستغدي صوالحها يشونجيو لي نيميرو والله ما يستعرفش كاع هذا اللي يعجبني في هذه والله صارت لي خطره معي نافر بصح ما نحكي لكم شكون بنحكي لكم ماشي نافر قصر عليه هو يفهم الميساج في بالي فما هو صراحه كنت انا وياه في واحد البلاصه في البيسيال نقصر الوقت هذاك مش عارف واش صارت هاد الامور هذيك قلت له كريم حبس قال لي كوا قلت له انت كولونيل انا ساجون مش كيفي قلت له انت ما واحد مزيان قلت له غدوا يبعثوا لي كابتي دارنا هو يفهمها هكذا كي سمعها يفهمها يعني ربما هو محترف انت يعني نو ماشي هكذا ماشي هكذا هو ماشي هكذا قراد تاع كولونيل هو يفهمها كي يسمعها هكذا يفهمها نو كريم ان بليس اللي كما سمع والله العظيم فعلا كثير جا صغير ايضا جا صغير وما في القلب وحاولوا تجنيسه ايضا هو في الله يجيب ساتون كان يلعب لعب في لي كرون كلوب هو ثاني وفي السيليكسيون كان بزاف بوزيتيف نقول لك على كنا نحسبوا في برومي تور الى ماركي ما في الدوزيام تور ثاني دي باس ديزيزيف كان هو قصير عنده هذيك اللي فانت واعر فيهم بزاف وكان شيختو كما قلنا معروف بحب الوطن بالوطنيه ديالو انا قلت لك كريم لو ميغيت نردوه الوالد ديالو اللي كان عمل كريم انا نسيت لك عليه كريم ما كانش يجي بليزانتيري قلت لك كنا نتعرضوا في اماكن مسؤولين كبار ما يستعرفش ويقول لي انا نجي نلعب ليك ناسيونال انا اللي بوليسي بورتور صافي بليزير ونقولها لك بالك بالك ما كانش مسؤول يقول لك عطاني كريم دوموند مون نيميرو ولا عطيت له النيميرو كان يجي انه يحمل الوطنيه كان فاني في ليكيب ناسيونال كانوا يلعبوا بزاف بلاي ستيشن ما كانش كان يربحوا واحد النهار عقب لقيتو نقرش فيه قلت له كريم دير نلعب لك بارتيه وانا صح ناقص بلاي ستيشن والله العظيم اكشن ولا طف لوبيتو ماركيتو بيت خليته هكذاك قلت له كريم في انغولا هذه شو ما لعبلكش انت فابل رايح خرج لي برا قال لي والله ما تجيش قال لي كريم تجي قلت انت باغي ولا الطياره الاولى نقبضها الجزائر انايا ولا كيفاش رحت لعبت بحني دوما ان بون امبيونس معاه والله Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Merci.